تربينا على الكرم واستقبال الضيوف محبة، ورثنا هذه العادات من أجدادنا وبنورثها لعيالنا. عاداتنا وتقاليدنا غالية علينا، لكن الضرورة أحكام. الناس اللي ضحت وتضحي وبتضحي برواحها لأجل سلامتنا لا بد أن نشكرهم. نشكرهم عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية. أول خطوات التعافي والانحسار العدوى هو التزامك بالحجر المنزلي عند الشك أو المخالطة أو ظهور الأعراض. هذه لسلامك وسلامة غيرك. تعلمنا من غادتنا لا وجود الكلمة مستحيل، تعلمنا منهم الصبر وعلمونا الكفاح وعلمونا حب الغيرك مثل ما تحب نفسك. نلتزم لننتصر.